بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب البيوع: باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك. العرايا جمع عرية، كأنه أخذ من عين رايا أصل بمعنى التجريد. فالعرية الإنسان يجرد عن نفسه شيئا لغيره كما هو معروف، وأن هذا العمل يدل على مكارم الأخلاق في العرب الجاهليين. أيضا كان أحدهم إذا كانت عنده نخيل، إذا كان عنده نخل وهناك جار له أو أحد ممن عرف أنه ليس عنده شيء، فكان يعطي الشجرة بكاملها مؤقتا حتى ينفذ ثمرها. فإذا كان الثمر محمل مثلا 60 وسقا، فيبقى في تصرف هذا المعري له هذه النخلة، تكون في تصرفه حتى ينتهي الثمر. هذا كله مواساة للناس، كان حتى في الجاهلية كانوا يعملون، كذلك أبقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يحصل أنه يأتي ويعري، ثم بعد ذلك يتأذى من دخوله في بستانه، فبنفسه يشتري من تمر، يعطيه تمرا ويشتري ما يقدر عليه من حمل النخل. فإذا كان يقدر أن عليه 50 وسق، فكان يعطيه تمرا، وهذا القدر هو من باب العرية جائز، وإلا التمر بالتمر. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التمر يباع بالرطب، فقال: أينقص الرطب؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعرف، لأن يريد أن يقرر السائل بنفسه هذا المعنى. قالوا: نعم ينقص. فقال: فلا إذن، لكن من معنى العرية فقط أجاز النبي صلى الله عليه وسلم. ولا هذا جاء هذا الحديث. قال الإمام: حدثنا حناد أنه قال: حدثنا عبده الكلابي عن محمد بن إسحاق النافع. محمد بن إسحاق المطلبي صاحب السيرة، هذا معروف بأنه إمام في السيرة هكذا وصف، لكنه في الحديث كان يدلس، صدوق أو ثقة، الإمام البخاري كان يوثقه، إلا أنهم قالوا إنه كان يدلس، وتدليسه إذا وافق معه غيره أيضا فتدليسه طبعا ترتفع علة التدليس، ويكون الحديث حسنا لغيره وصحيا لغيره. فألا هذا محمد بن إسحاق قد توبي في هذا الحديث عن نافع عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن ابن عمر عن زيد بن ثابت، عن ابن عمر عن زيد بن ثابت. فهذا من رواية الأقران أو رواية الصحابي عن الصحابي، عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل خرصها. لأهل العرايا أن يبيعوها، أي يبيعوا النخل الذي أو رطب الذي أو التمر الذي على رأس النخل بخرصها تمرا. خرصها أي يخرصون ويقدرون بأن هذا إذا جف يكون كذا وكذا، وإن نقص أو زاد بعض الشيء فهذا مغفور له في هذا الباب. أما المحاقرة والمزابنة فهو بيع الزرع
وكذلك التمر على رأس النخل، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدرى الآن قبل أن يدرك أو قبل أن يحصد، لا يدرى هل يسلم من الآفات والآهات أو الجوائح أو لا، إلا أنه قد أذن أو أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثلها بمثل خرصها إن شاء الله. وهذا من باب أن الإسلام دين يسر أيضا، حتى لا يحرم الفقراء والمساكين من الرطب. وقد يكون كأنك تقول إن هذا شيء غريب، كيف يعري ثم بعد ذلك يعني يشتريه؟ نعم، قد يتغير رأيه لأجل أنه يتعذى، هكذا قالوا أنه يريد أن يدخل في وقت غير مناسب في البستان ليقطف، فلماذا لا يقطف ويعطيه؟ هذه أيضا كان موجودا، كان يمكن أن يكون يتصور بأنه يقطف بنفسه الذي أعطاه ويعطيه كله، لكن ربما يكون في صالح الشخص يذهب ويبيع هذا التمر ويشتري من أي مكان، فيكون كأنه صار له مجانا، ما هو كذا؟ يبيع التمر ويشتري الرطب على مدى أيام وعلى مدى الشهر، فيكون إن شاء الله المقصود حاصل. وإلا يقول ما معنى ما دام هو أكرم و يعني سخى وجاد في وقت من الأوقات، فلماذا يمنعه من الدخول في البستان؟ نعم قد يتغير رأيه، لكنه ما دام يشتريه بالتمر فهذا التمر قد يكون يبيع صاحب الشخص الذي كان قد عرى له، فيشتري بهذا التمر أو بعد بيع هذا التمر الرطب منه إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك قال حتى قال الإمام الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي هريرة وجابر في تأكيد هذا المعنى كما جاء في أحاديث منفصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا فيما دون خمسة أوسق، فيما دون خمسة أوسق، الوسق ستون ساعا، وخمسة في ستين 300 ساعة، 300 ساعة، والساعة يقدر بكيلو جرامين أو كيلوين ونصف أو كيلوين وأربعين غرام، اختلفوا فيها سبحان الله. فإذا كان معناه هذا شيء كثير بفضل الله تعالى، إذا كان الإنسان يريد أن يأخذ فيستفيد منه كثيرا لا شك فيه، وهذا من تيسر الشريعة الإسلامية للمسلمين. ثم قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء أنه قال حدثنا زيد بن الحباب وهو العكلي قالوا إنه قال أبو عيسى حديث زيد بن ثابت هكذا، روى محمد بن إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس النافع، لأن مدار الحديث محمد بن إسحاق شيخه هو النافع، فروى هؤلاء أيوب هو السقطياني وعبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري الثقة ومالك بن أنس الإمام النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقرة والمزابنة، وبهذا الحديث عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي، وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص في العرايا فيما دون الخمسة أوسق، وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق. أولا محمد بن إسحاق النافع عن ابن عمر ذكر مع المحاقلة والمزابنة العرايا بدون ذكر مقدار معلوم، وروى هذا الحديث أيوب السختياني وعبد الله بن عمر ومالك بن أنس النافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة بدون ذكر زيد بن ثابت. ماذا يعني تجدون في الجمع بين هذين الإسنادين من حيث مصطلح الحديث؟ كيف يمكن؟ نقول رواية الصحابي ومراسيل الصحابة، ابن عمر رضي الله عنه أولا روى هذه الرواية عن زيد بن ثابت، ويكون سمع أن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، هذا واحد. المسألة الثانية قد يكون أو الصورة الثانية قد يكون سمع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق أهل الحديث على أن الصحابي إذا أسقط الصحابي فلا يضر في صحة الحديث شيء، لأن الصحابة كلهم عدول أثبات إن شاء الله.
وبهذا الإسناد عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أنه رخص بالعراية فيما دون الخمسة أوسق، نقول هذا أيضا جائز، لأن الراوي قد يختصر الحديث، قد يختصر الحديث وقد يزيد، فإذا لم نجمع الحديث من 30 طريقا لم نفهمه كما قال العلماء. ومن هنا يأتي أهمية ذكر التخريج وذكر الألفاظ. دائما الآن من الأخطاء التي يرتكبها على كل حال طلبة العلم عندنا في الدكتوراه وماجستير وغيرها، بالحقيقة يحتاج إلى دقة في هذه الأمور. الآن مثلا يقولون هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم وكذا وكذا، مع أن هذا الحديث عند البخاري ومسلم لم يكن فيه اللفظة الأخيرة أو إحدى الألفاظ. ولذلك ينبغي التنبه تماما بأن ما أخرجه البخاري ومسلم يكون بهذا اللفظ أو بلفظ آخر، لا بد من التنبيه. ولذلك دائما لما ندرس تخريج ودراسة الأسانيد كيف يجمع الطرق، فنريد أن يكون الطالب أولا يدرب نفسه على كتاب تحفة الأشراف. تحفة الأشراف للمزي رحمه الله قد جمع أطراف الكتب الستة، فيحذف الكتاب الحديث لكنه يذكر منه طرفا مهما يدل على عليه الحديث أو يدل على الحديث. أما الإسناد فبكامله يجمع ويقول فلان وفلان. مثلا الآن لو قلت هنا في التخريج، ينبغي أن يكون لكم درس في التخريج، هؤلاء يدرسون، الذين يدرسون لهم إن شاء الله، فنقول هذا الحديث أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وكذلك البيهقي وغيرهم وغيرهم عن محمد بن إسحاق وأيوب ومسلم عن أيوب السختياني وابن خزيمة عن عبيد الله بن عمر ومالك في الموطأ، كلهم النافع عن ابن عمر. تزيد فيه وفي رواية ابن إسحاق ليس ذكر الأوسق، وتقول والرواية الباقين فيه زيادة ذكر الأوسق مع رخصة في العراية، لا بد منها. فيكون جمع الطرق على طريقة تحفة الأشراف، وجمع المتون على طريقة ماذا؟ كتاب مهجور لا يستفيدون منه الناس، جامع الأصول، جامع الأصول لابن الأثير رحمة الله عليه. في الحقيقة هذا مهم جدا، لكن الناس الآن جامع الأصول صار عندهم حاسب آلي، بس جامع الأصول صار الحاسب الآلي، فلا بد أن يكون على كل حال تنبيه. وترى الشيخ الألباني رحمة الله عليه دقيق جدا، خلقه الله للحديث، فبذلك تجد تخريجاته مهمة جدا، يعني الشيء المهم ينبه عليه، يقول هذا أخرجه البخاري إن أنا لفظة فلان أو لفظة الفلانية شاذة. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه طالب العلم. على كل حال هذه فضلك كما يقولون. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الحمداني الثقة أنه قال حدثنا زيد بن حباب أبو الحسين العكلي وهو صدوق ربما كان يخطئ، عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن داود بن حسين أنا أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيما دون خمسة أوسق أو كذا. وقال قال وحدثنا قتيبة عن مالك عن داود بن حسين نحوه. وروي هذا الحديث عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق. هنا أبو سفيان مولى ابن أبي أحمد مقبول أو ضعيف، ولأجله ضعفوا هذا الإسناد، لكن هذا الإسناد قد وافقه إسناد صحيح أو متن صحيح موافق لهذا الحديث، ماذا يكون الحكم عليه؟ حسن لغيره قطعا. فالتضعيف المطلق لهذا الإسناد لا يصح، لأن هذا المعنى نفسه جاء في حديث آخر شاهدا له أو قل له متابعا له، لأن عن أبي هريرة هذه الرواية وروى مالك وغيرهم وغيرهم، فالشاهد إذا كان وافق حديثا ضعيفا يقويه ويجعله الضعيف حسنا لغيره إن شاء الله. فالحكم الدقيق في هذا أن هذا الإسناد حسن لغيره. نعم. ثم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد البغلاني أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرصها
بخرصها الخرص أي التقدير، والتقدير في لمقدار التجارة وغيرها وغيرها لا يجوز إلا على قدر ما يتفقه الناس فيما دون خمسة أوسق كما قيد في موضع آخر. فبخرصها، والخرص في الرطب والعنب والزبيب الناشف لا يجوز للتجارة، إنما يجوز أن يؤخذ إن شاء الله للتفقه فقط في الموسم. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض عليه عند بعض أهل العلم، ومنه الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا إن العرايا مستثنات من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إذ نهى عن المحاقلة والمزابنة، واحتجوا بحديث زيد بن ثابت وحديث أبي هريرة، وقالوا له أن يشتري ما دون خمسة أوسق. ومعنى هذا عند أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التوسعة عليهم في هذا، لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالتمر، يعني من الثمر الرطب الذي لم يصير تمرا إلى الآن، فرخص لهم فيما دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا. جزى الله الإمام الترمذي رحمه الله يعلمنا في الحقيقة بعض الأحيان التخريج، يعلمنا الفقه المقارن، ويعلمنا شرح الحديث. انظروا كيف شرح لنا الشرح ينشرح له الصدر. نعم. اي نقول الاسناد هذا حسن لغيره، الاسناد ليس حديث، قلنا الحديث صحيح، لكن هذا الاسناد صحيح لغيره، حسن لغيره او صحيح لغيره، قل هكذا. نعم. ثم بعد ذلك قال يقول: ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، وأخرجه الطبراني من طريق أيوب. وبيد الله بن عمر رخص بالعرايا النخلة والنخلتين يوهبان للرجل فيبيعهما بخرصها تمرا. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا باب منه، قال: حدثنا الحسن بن علي الحلواني الثقة الخلال، قال: حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة من يكون هذا؟ حماد بن أسامة، أبو أسامة الكوفي ثقة، عن الوليد بن كثير. وليد بن كثير المخزومي وثقة، قال: حدثنا أبو شير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة حدثاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، التمر بالتمر أو الثمر بالتمر، الثمر المقصود بنا هنا الرطب بالتمر، إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصه. هكذا كل ثمر بالموسم، إذا كان الإنسان يريد أن يتفكه ويأخذ رطبا، العنب وكذلك التمر، وهل يكون هناك أشياء تكون يستفاد منها رطبا ثم يجفف، كله أجازوا فيها قياسا عليه. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في كراهية النجش في البيوع. هذه مسائل معروفة درستم كثير. النجش قال هو أن يمدح، أو أصل لغة النجش إثارة الصيد ليصاد، إثارة الصيد ليصاد. قالوا: ونحن كنا نخرج، والحمد لله كان عندنا واحد عنده صاحب بندقية، كنا نخرج في بعض الأحيان في الهند ونحن صغار، فكان جالس في الغابات أرانب وغيرها وغيرها، فكانوا يذهبون من هنا والصائد بالمرصاد، يسمى مرصاد هذا هو، هناك في جهة ثانية من هنا نرمي الحجر يهربون فيصيد، هذا هو النجش إثارة بهذه الصورة، نرمي الحجر هنا يظن أن المصيبة جاية من هناك، والمصيبة جالسة هناك ما هو كذا فيصيدون، وحتى البقر الوحش وغيرها وغيرها بهذه الصورة. نعم. فالنجش إثارة الصيد ليصاد، فالآن هذا المعنى نفسه وارد، وهو أن يمدح السلة لينفقها
لين ينفقها، أي يجعلها نافقة، حتى صاحب السلعة نفسه كذبا وزورا، أو يأتي ناس ويزيدون في السلعة فيقولون يريد أن يشتري، ومن الممكن أن يكون قد وضعها في المزايدة فيقول الذي يعطي زيادة يأخذ، فالثلاثة يأتي ثلاثة وأربعة، فالمحتاج مسكين يأتي له قيمة، ثم يأتي ناس لا يريدون الشراء يزيدون قيمته حتى يصعد هذا، ويقول ما دام الناس يعطون وأنا عندي بعشرة وهم يعطون 15، معناه أن السلع تستحق لهذا، فبهذا المعنى سمي نجشا أنه يثار مسكين. وهذا في الحقيقة إلى الآن، وهذا لعله يبقى إلى يوم القيامة في أسواق السيارات، هذا وارد، يجتمع أصحاب المحلات وكأنهم مشترين فيأتون ويزيدون السلع في القيمة، فمسكين يقع على كل حال في خسارة، وهذا ليس فيه نصح للمسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أوجب النصح لكل مسلم. نعم. فكراهية النجش، والكراهية في لغة الأئمة هؤلاء إن شاء الله والترمذي والأئمة أصحاب الكتب الستة بمعنى التحريم في الغالب، لا يأتي إلا كراهية تنزيه قليل جدا يبين، لكن إذا قالوا كراهية بمعنى التحريم، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فهنا بمعنى التحريم، لأن هذا نهي ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفيه غش وإضرار، فلا ضرر ولا ضرار، ومن غشنا فليس منا، كل هذه الأدلة تجتمع فتحرم هذا الفعل. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع البغوي رحمة الله عليه، قال حدثنا سفيان وسفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من ألفاظ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي يبلغ، إذا قال التابعي أو تابع التابعي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو ينميه أو يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كله بمعنى واحد، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا. ولما كانت رواية قتيبة وأحمد بن مني بينهما هذا الفرق، يعني لو روى رواية قتيبة وحده كان يقول أنا أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تناجشوا، هذا لفظ قتيبة، لكن لفظ أحمد بن منيع أنا أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسارت الرواية بالمعنى حتى في صيغة الأداء، في صيغة الأداء أيضا جاز، قال لا تناجشوا، والمناجشة النجش، نجش ينجش من طرف واحد، ومناجشة يشترك الناس فيه، لأن المفاعلة باب المفاعلة من خواصها المشاركة، قتل يقتل، قاتل يقاتل، ما هو كذا، باع يبيع، بايع يبايع، فالمسألة في الحقيقة لا تفعلوا بانفرادكم ولا تفعلوا ولا تجتمعوا ولا أحد حتى تزيدوا السلعة لغير الشراء غشا لأخيكم. قال وفي الباب عن ابن عمر وأنس قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم كره النجش. قال أبو عيسى والنجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى، هذه اللفظ موجودة هكذا لما تسوى، هذه كلمة فصيحة قديمة، سوي يسوى وساوى يسوى، في الغالب يقول لا يساوي، ما هو كذا، لكن هذا موجود حتى في قول الأئمة في الجرح والتعديل، فلان لا يسوى فلسا، هكذا قال بعضهم ابن معين في بعض الرواة، فيقول فيستام بأكثر مما تسوى، يستام أي يعطيه في القيمة في الصوم أي في المبايعة، صام يصوم معناه بايع يبايع، يستام لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى استامها كل مفلس، يعني حتى هزلت، يعني يثني على ناقته أنها دؤوبة في السفر إلى أنها هزلت هزالا صارت رخيصة كل مفلس يستام حتى يشتري كأنه، فهذا يستام معناه
أنه يساوم ويتكلم في الشراء فيصطام بأكثر مما تسوى، وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به، وليس من رأيه الشراء، يعني لا يقصد الشراء، إنما يريد أن يخدع المشتري بمستام. المشتري الحقيقي مسكين ينخدع ما دام الناس يعطون 15 وأنا في تقديري أنها ما تسوى هذه السلعة إلا ب10، معناه ربما يتهم رأيه يقول السلعة تستحق ب15، فإنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام، وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البايع غير الناجش. هذه مسألة أصولية أيضا لعلكم تمرون في مسائل كثيرة. هم يقولون أنه إذا فعل غصب أرضا وصلى فيها، فعلى قول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الأرض طاهرة وإن كانت مغصوبة، فإذا صليت على أرض طاهرة فهي تهور مسجد، ما هو كذا؟ فصلاتك صحيحة، يحكم عليه بأن صلاتك صحيحة، لكن إثم الغصب هذا عند الله حساب آخر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، مثل هذه يذكرون في مسائل كثيرة. والآخرون ماذا قالوا؟ قالوا النهي يقتضي الفساد. هذا صاحب المراسيل صلاح ابن كيكلدي رحمة الله عليه له كتاب، وهو شافعي المذهب، فيقول له كتاب النهي يقتضي الفساد، هكذا يذكر في مواضع كثيرة ويقول ويجمع مسائل كثيرة فيفسد ويقول لا، إذا باع واشترى بالنجش فلا ينعقد البيع، يجب أن يرد البيع ثم يشتري بدون النجس. مسائل كثيرة تأتي في هذا، لو جمعت في الحقيقة ودرست فهذه تكون على هذه القاعدة. الآن مثلا إذا لا يجوز أن يطلق في حالة الحيض، لكن إذا طلق في حالة الحيض هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وقال مره فليراجعها فإن إلى آخره، لكن مع ذلك هناك من يقول أن الطلاق في حالة الحيض يقع ويحسب عليه، ويستدلون بفعل ابن عمر وقول ابن عمر. الحاصل هذه مسألة مهمة في هذا الباب، ولا تستقيم على حال له أبدا، فتجد هناك قرائن قد يكون يقع وقد لا يكون قد لا يقع، وقول العلماء فيه مختلف، فينبغي أن تحصر هذه المسائل إذا كان يقدر الإنسان يكون أفضل. نعم. وقال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البايع غير الناجش. فكأنه يقول أن البايع والمشتري أركان البيع حاصل، والسلة الصحيحة سالمة، والثمن مودة، فالبيع صحيح، هكذا يقول. نعم. والآخرون قالوا لا، عامة يقول النهي يقتضي الفساد فذلك البيع فاسد. أشياء كثيرة في مسائل العبادات وغيرها يتوزن على هذه القاعدة، ينبغي أن ينظر. ومهما كان إذا كان هناك حديث يبينه كذلك فتاوى الصحابة وغيرهم، فيرتاح الإنسان ويستريح من فتاوى الصحابة أنهم مع النهي أجازوا مثلا أو لم يجيزوا. نعم. ثم بعد ذلك قال: باب ما جاء في الرجحان في الوزن. قال: حدثنا حناد ومحمود وغيلان، حناد بن السري قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن سماك بن حرب. سفيان هو ظاهر ثوري. عن سماك بن حرب قال: حدثنا سويد بن قيس قال: جئت أنا ومخرفة العبدي. هكذا مخرفة وليس مخرمة، لا يظن أحد أنه مصحف من مخرمة، لأن المشهور مخرمة هو مخرفة العبدي بزا من، جئت أنا ومخرفة العبدي بزا من حجر، جلبت، نعم جلبت، جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من الحجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم. سويد بن قيس قالوا صحابي
له هذا الحديث الواحد في الكتب الستة، ليس له غير هذا الحديث. قال: جئت جلبت أنا ومخرف على عبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجر. أجيب، السروال كانوا يزنون؟ نعم، قد تكون هناك أشياء يوتوزن وبالعدد أيضا، يعني على حسب العرف. الآن في بعض البلاد وجدنا أن الموز بالعدد مو بالوزن، وهنا عندنا بالوزن، كذلك أشياء كثيرة هكذا. انظروا وتستغرب أنه الثياب أو الثوب يوزن. فساومنا بسراويل وعندي وزان يزن بالأجر. نعم، هذه كانت موجودة من المهن والحرف والمهن، كتاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستفاد منها. فكان الناس إما متبرعين، كيال، وزان، وذراع، هذه موجودة سبحان الله، كانوا يساعدون أو يأخذون عليه أجرة، لأنهم كانوا ينفقون أوقاتهم ولا يجدون عملا غير هذا، فمن أين يأكلون؟ كانوا يأخذون، يزنوا بالأجر أمام النبي صلى الله عليه وسلم. حصل معناه جاز للإنسان أن يمتهن بهذه المهنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح، يعني إذا وزنت فلا تطفف، ويل للمطففين، أرجح شيئا ما، يعني لا يكون ناقص، زن وأرجح. فدل هذا على أنه ينبغي أن يكون دائما في الحقيقة. بعض الناس حتى التفاح إذا وزن يزن كأنه ذهب، نعم، فإذا رجح شيئا ما فيكون هذا هو المطلوب، حتى لا يكون في قلبه المشتري شيء بأنه أعطى ناقص. نعم، الحرف والصناعات موجود قديم عندي، قديم بمعنى من التجليد المصري، الجلد بمعنى فروة، قديم ما أدري والله، ينبغي أن يخرج بعض الكتب القديمة، ما يعرف هؤلاء أصحاب المكتبات، وإلا يتبادرون إليه بالاتباع في الحقيقة. نعم، فموجود الكتاب هذا مفيد. نعم، قال: وفي الباب عن جابر وأبي هريرة رضي الله عنه، قال أبو عيسى: حديث السويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن. وروى شعبة هذا الحديث عن سماك فقال: أنا أبي صفوان سماك عن سويد بن قيس، وهنا سماك عن أبي صفوان، أيا كان على كل حال، ربما يكون سماك وهو كثير الشيوخ، روى عن كليهما أيضا لا بأس فيها إن شاء الله. وشعبة من الأئمة الثقات، كان يخطي في الأسماء فقط، ما ضبط عليه، هو عن أبي صفوان يأتي. نعم صحيح، هنا ذكر لحظة، هنا يقول سويد بن قيس، سويد بن قيس هو يعني الصحابي، وقال الترمذي لحظة الله فيك عن أبي صفوان، وذكر الحديث، يعني ذكر باسم أبي صفوان، وأبو صفوان ذكر، أنا فين كتبت هذا بالفعل، أنه هو سويد بن قيس، وقيل غيره، وقيل غيره أيضا. فإذا إذا كان الاختلاف فاختلاف في التسمية والكنية فقط، وإذا كان غيره أيضا فالرواية بفضل الله، يعني كأن قصة واحدة، وهي الأقرب أن يكون سويد بن قيس هو أبو صفوان، نعم، صحابي له هذا الحديث كما في التقريب. نعم، هنا ذكر سراويل، قال السيوطي: في فساومنا في سراويل، وفي رواية النسائي: فاشترى منا سراويلا أو سراويلا. هل اختلفوا هل اشترى النبي صلى الله عليه وسلم ولبس أم لم يلبس؟ قالوا: لم نجد ذكرا للبس السراويل، إلا أن السراويل كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكره في مواضع كثيرة وفي الحج أيضا، فإن لم يجد إزارا فليلبس، يلبس سراويل. قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها، وفي الهدي لابن القيم الجوزي وهو خطأ. إيش كاتب ابن القيم الجوزي هكذا وهو خطأ؟ الصواب هو أصله ابن قيم الجوزية، والجوزية مدرسة من مدارس دمشق،
وكان أبوه قيما عليه، يعني الذي يسمونه أمين عام أو ناظم باللغة الهندية، نعم يسمونه ناظم مدرسة، أن ينظم. فالحاصل على كل حال ابن قيم الجوزية، وقد يخطئون ابن قيم الجوزي باسم عبد الرحمن ابن الجوزي، أنه لبسها. قال ابن القيم رحمه الله في الهدي النبوي في زاد المعاد أنه لبسها، فقيل إنه سبق كلم، لكن في مسند أبي يالا والمعجم الأوسط للطبراني بسند ضعيف عن أبي هريرة قال: دخلت يوما السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست إلى البزازين أي الذين يشترون الثياب، فاشترى سراويل بأربعة دراهم، قلت: يا رسول الله، وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: أجل في السفر والحضر والليل والنهار، فإني أمرت بالستر فلم أجد شيئا أسترى منه. هذا الحديث لم يثبت، هذا الحديث ضعيف، لكنه لا شك أن السروال يكون أستر. وقيل إن بعض الأيام متأخرة في المدينة كان يبيع شخص سراويل أو خياطا كان يخيط السراويل ما يجد نفاق لها، فآتى شخصا سموه، آتاه بعض الدراهم فوضع لهم حديثا: رحم الله المتسرويلين والمتسرويلات. فبدأ الناس ينهالون على اشتراء السراويل، وهذا موجود في أحاديث ضعيفة ذكروها، نصوا في الأحاديث الموضوعات. نعم، أما السروال ولا شك فيه، وسواء كان قصيرا أو طويلا هو أستر. عائشة رضي الله عنها جاء بإسناد صحيح أنه كان يخدمه الخدم وهم في الحج، فكانوا يطلعون ينزلون ويربطون الرحل وغيره، فكانت تأمرهم أن يلبسوا تبانا. هذا في مسند بن أبي شيبة، أظن ابن عبد الرزاق أيضا بإسناد. كانت تأمرهم هذه المسائل، يعني هل كانوا يعطون فدية أو ما كانوا يعطون؟ الظاهر مع الفدية، ما هو كذا، لأن كل ما يلبس الإنسان من ممنوعات الإحرام فيكون كما قال الله تعالى: فدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن كانت تأمرهم، لأن هذا فيما بين النساء إذا كان يطلع وينزل فيخاف الكشف أكثر، ولذلك كانت تأمرهم بالتبان، والتبان هو السروال الصغير القصير. نعم، على كل حال لم يثبت في حديث ما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس سروالا، إلا أنه اشترى، هذا ثابت، وظاهر الاشتراء يدل على أنه يكون لبس صلى الله عليه وسلم والله أعلم. لكن الذين قالوا لم يثبت، معناه أنه لم يثبت بإسناد صحيح دل وبوضوح عائشة أو أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من يكون حكى روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس السروال. وفي معنى الوزن والكيل قالوا: أجرة القسام والحاسب. قسام الذي يقسم شيء، إذا كان أمر أن يقسم بشيء فيأخذ الأجرة، كذلك الحاسب إذا كان يحاسب. الآن هذا الشيء موجود في مسائل البنيان وغيرها، تمتير يسمونه، يمتر فلان، متار هو، نعم، ويقولون ماهر يمتر، مساح، أو يقول ممتر أيضا هنا في مكة يقولون تمتير، فيرتاحون من أعمالهم ويحاسب لهم حسابا دقيقا ويكونون. فكل هذا يجوز له أن يأخذ الأجرة. باب ما جاء في إنظار المعصر. أيوة، انظروا هنا لحظة. قال روى شعبة هذا الحديث الذي قال الترمذي رحمه الله عن سماك، فقال عن أبي صفوان وذكر الحديث، فخالف شعبة سفيان فإنه رواه عن سماك عن سويد بن قيس. فقال أبو داود في سننه بعد ذكر رواية سفيان ورواية شعبة: ما لفظه؟ والقول قول سفيان. حدثنا ابن أبي رزمة قال: سمعت أبي يقول: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ فقال: دمغتني. وبلغني أن يحيى بن معين أنه قال: كل من خالف سفيان فالقول قول سفيان. ثم قال: حدثنا أحمد بن حنبل أنه قال: أخبرنا وكيع عن شعبة قال: كان سفيان أحفظ مني. وقال المنذري في تلخيص السنن: قال أبو أحمد الكرابيسي أبو صفوان مالك بن عميرة، انظروا، ويقال سويد بن قيس، هو هذا اختلفوا فيه على كل حال، لكن مداولة الأئمة رحمة الله عليهم في كونه أبا صفوان وهو في كونه سويد بن قيس يدل على أنهما شخصيتان منفصلتان والله أعلم. ولذلك قوله
أنه خالف سفيان، فالقول قول سفيان يدل على أنه هو ليس إياه وليس هو واحد. باب ما جاء في إنذار المعصر والرفق به. إنذار المعصر، قال الله تعالى في آية الدين ماذا قال؟ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. من أنذر معصرا أنذر يسر الله عليه وأنذر الله له يوم القيامة، وبهذا المعنى. وفي فضائل، جاء في فضيلة في إنذار المعصر أحاديث أن رجلا غفر الله له فقيل له بماذا؟ قال فرأى بعضهم في الرأى فقال إني كنت أبيع وأشتري فأعطي أخذ من الميسير وأنظر على المعاصير أو على المعصر. باب ما جاء في إنذار المعصر والرفق به، والتأخير والتمديد المدة ليتمكن من أداء الحق، وبالغالب لا يكون إلا فقيرا إلا إذا كان مماطلا، فهنا مطل الغني ظلم. قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا إسحاق ابن سليمان الرازي، إسحاق ابن سليمان الرازي أبو يحيى الكوفي ثقة، عن داود بن قيس، وهو داود بن قيس الفراء، الفراء كان يبيع الفرو، وقيل الدباغ أيضا، يبدو أنه كان يشتري الفرو ويدبغ أيضا، فبكلا اللقبين الفراء والدباغ. عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح مولى أبي صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنذر معصرا أو وضع له، وضع له أيضا إن كان يستحق 100 فقال آتني 50 وآتني 70 والباقي عفوت عنك، أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الحديث يأتي في مواضع كثيرة، سبعة يظلهم الله في ظله، وهنا جاء وضع الله له يوم القيامة تحت أظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فهناك الحديث الذي جاء فيه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فاتفقوا وقالوا أنه ليس هو ظل الله أو ظل ذات الله، إنما ظل الله مثل بيت الله، مثل ناقة الله أو كذا تشريفا، الذي يخلقه الله تبارك وتعالى هذا الظل. وعلى كل حال لا نقول في مثل هذا أنه ظل لله كما يليق بجلاله، لأن الشمس الله فوق كل شيء، والشمس إذا جار فوق الله تعالى، ففوقية الله تبارك وتعالى قد تكون والله أعلم يعني فيه يعني نقص أو خلل. ولذلك العلماء ما قبلوا أن نقول ظل الله ظل ذاته، إنما ظل يخلقه الله تبارك وتعالى يوم لا ظل إلا ظله المخلوق. نعم. قال وفي الباب، وفي الباب عن أبي اليسر وأبي قتادة وحذيفة وابن مسعود وعبادة وجابر رضوان الله عليهم أجمعين، قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه لعل لأجل أن مداره على داود بن قيس الرازي. نعم. أظله الله تحت ظل عرشه أي أوقفه الله تحت ظل عرشه. وفي الباب عن أبي يسر بفتحتين يسر، يسر ويسر يسر. نعم. أخرجه مسلم باللفظ من أنذر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. وأبي قتادة أخرجه مسلم أيضا، كذلك حذيفة أخرجه الإمام البخاري بهذا المعنى، وابن مسعود أخرجه الترمذي، وعبادة يقول أخرجه ذكره الحيثمي في مجمع الزوائد أنه نسب إلى الطبراني في الأوسط. نعم. قال قول أبي هريرة حديث غريب ذكره المنذري هذا الحديث في ترغيبه وعزاه للترمذي وحده. نعم. ثم قال حدثنا هناد ابن السري أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان عن شقيق ابن سلمة أبي وائل الأسدي عن أبي مسعود وهو البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا موسرا وكان يخالط الناس
يخالط الناس الظاهر أنه يبايع ويشتري ويعطي الناس، كان يخالط الناس وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعصر، فقال الله عز وجل نحن أحق بك منه تجاوزا عنه. نعم، نحن أحق بذلك منه تجاوزا، تجاوزوا عنه، تجاوزوا عنه يعني أن الله يأمر ملائكته أن يتجاوزوا عنه. فهذه من الترغيب في مسألة الإنذار. وبالفعل للناس، بعض الناس قد أعطاهم الله شيئا كثيرا لا حساب له، لكن مع ذلك تجده مسيكا شحيحا أعلى درجات البخل، ممتاز. فمثل هؤلاء في الحقيقة لو كان عندهم يعني شيئا من الفقه كانوا ينظرون، وتجد أن المال الحلال ما يذهب، سبحان الله. ورأي لكم ذاك اليوم، أنا أذكر أن هناك شخصا كان أخذ مني 500 ريال أكثر من 20 سنة أذكر، أو 25 سنة، وأنا ناسي، يوم واحد يرسل لي بيد واحد ظرف، وأنا حسبت أنه ظرف حطيته في الكتاب وقلت للإخوان خلوه، قال هذا فيه فلوس 500 ريال، قلت من أين جاء؟ قال هذا فلان كان أخذ، بالفعل أعرفه لما ذكرني، فقال فلان كان أقل شيء 25 سنة صار. نعم، فجاء ما يضيع، لو كان واحد يتابع يقول لابد. كان تلك الأيام أذكر أنه جاء فقير مسكين ما يجد العمل، فقال آتني 500 ريال أنا أعمل إيش اسمه بعض المزركشات وكذا وأبيه، نسيته نسيته وجاب لي الفلوس. فالحاصل إن شاء الله لا يضيع، لكن يضيع الأجر الإنسان إذا كانت نيته سيئة، ما دام أعطاك الله شيئا كذا. نعم، إذا كنت محتاجا وهو أيضا محتاج أيضا، فالخلق يقتضي أنك لا تزعجه كما أنك لا تحب أن تزعج، لكن قد يأتي فيها خلافات كثيرة والتسجين وشكوى إلى آخره. نعم، فنعم، إذا وصى الله على إنسان فينبغي أن يوصي لنفسه ليوم القيامة. نعم، باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. قال حدث قال أبو يوسف موجود، وفي الباب قال أبو يوسف حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. بعدها أي قال حدثنا حوص برجل قال أبو يوسف هذا حديث حسن صحيح، وأبو اليسر كعب ابن عمرو الصحابي، وأبو مسعود هو معروف عقبة ابن عمرو أبو مسعود البدري، وذكروا في المصطلح في علوم الحديث لابن الصلاة من الأنساب التي على غير ظاهرها. الصحابة إذا قيل فيه فلان بدري ماذا يفهم؟ وكان البدر أذكر في الناس وأشهر إذا شهد أحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ولذلك إذا قيل صحابي بدري معناه حضر غزوة بدر. وقال في مصطلح في علوم الحديث لابن الصلاة أن أبا مسعود البدري هذا كنيته على غير ظاهره، فإنه نزل بعد النبي صلى الله عليه وسلم في ما على ماء في بدر فسمي بدري، مع أن البخاري أريد التنبيه بهذا أن البخاري رحمه الله قد سرد اسمه في من شهد بدرا هكذا. نعم، وهو الصحيح. باب ما جاء في مطل الغني أنه ظلم. قال حدثنا محمد البشار وهو بندار مطل الغني أنه ظلم، مطل الغني ظلم، يعني الغني يماطل. المصدر هنا مضاف إلى الفاعل، والمصدر قد يكون مضاف إلى مفعول، ما هو كذا. فمطل الغني حتى لو كان غنيا وغني يقدر أن يعطي قرضه أو حقه يماطل الغنية، غني يماطل الغنية، مطلك للغني، مطلك للغني أيضا ظلم. فكيف إذا كان فقيرا أخذت حقه وتماطله؟ ما هو كذا، مطل الغني ظلم. فحدثنا محمد البشار أنه قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أنه قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم،
وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، أو مثل الغني نسبة إلى المفعول به، مثل الغني ظلم، أي الغني إذا أطل إذا موطل فهو ظلم، كذلك الغني الذي هو غني مع ذلك يماطل، فالمصدر قد يضاف إلى فاعل وقد يضاف إلى مفعول، فكلا المعنيين هنا حاصل، مثل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع، إذا أتبع وهذا يكون إحالة أو الحوالة، في باب الحوالة موجود في كتب الحديث وكتب الفقه، أنك تحيل دينا عليك إلى شخص لك دين عليه، فيقول أنا كنت أخذت منك 500 ريال فلان أخذ مني 1000 ريال اذهب وخذ منه هو. فهنا إذا أتبع أحدكم على ملي، فإذا عرفت أنه ما شاء الله مليء وأنه غني لا يخاف أنه لا يعطي فليتبع، يعني يساعد أخاه، فليروح يقول فلان أحالني إليك له عليك دين، آتني كذا لأن لي عليه دين. فإذا وحيل على ملي وقيد ملي يدل على أنه إذا عرف أنه فقير ويحيل إلى الفقير فيكون لا يجب عليه أن يتبع أو يتبع، يقول لا أنا أخاف أنه لا يعطيني، أنت موسر وهو فقير فأنا لا أقبل. هنا مسألة، إذا قبل الحوالة، إذا قبل الحوالة إلى ملي فبرئ المحيل والمحال عليه، المحال يكون غريم للمحال عليه، فكأن الدين انتقل من هنا إلى، وإن لم يوفي أنت تتابعه تأخذه، ما دمت قبلت الوكالة كأنك مثل الوكيل تأخذ منه، وإذا أنكر يرجع إليه لا بأس فيها، ربما كذب على من له حق ويقول فلان اللي على دين كذب فيأتي ويرجع إليه، لكنه إذا كان بالفعل أقر بأن لي عليه ولا يعطي فأنت مثل ما تطالبه تطالبه هناك، فيبرأ المحيل. هذه مسألة معروفة، يشترط قبل الحوالة، إذا ما قبل قال لا أنا ما أعرف غيرك، أنت اللي أخذت أنت الذي تأتيني. نعم، كلمة صريحة أفضل. قال وفي الباب عن ابن عمر والشريد ابن السويد الثقفي. نعم، فليتبع قال نعم بفتح الماء كذا إلى آخره، فليقبل الحوالة، يعني قال لابن حجر في الفتح الباري معناه أتبع فليتبع أي وحيل فليحتل، وقد رواه بهذا اللفظ أحمد. قال المشهور في الرواية واللغة كما قال النووي إسكان المثنات في أتبع أي فليتبع أو فليتبع، وعلى البناء للمفعول إذا أتبع مثل إذا علم فليعلم. وقال القرطبي أما أتبع فبضم الحمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسمى فاعله إلى آخره. يقول يرده قول الخطابي أن أكثر المحدثين يقولون بتشديد التاء والصواب التخفيف، يعني الخطابي يقول أن المحدثين يقولون فليتبع وهو يعني الصواب التخفيف، فقالوا كلاهما إن شاء الله جائز. الخطابي له كتاب صغير تصحيفاته المحدثين لعله يكون ذكر فيه والله أعلم، أو يكون ذكر في شرحه البخاري أو شرحه أم هذا معالم السنن لأبي داود أو شرح البخاري له إعلامه أو أعلام الحديث، أعلام الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الحروي أنه قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال حدثنا يونس بن عبيد النافع الرجال ثقات عن ابن عمر رضي الله عنهما قال مطل الغني ظلم وإذا وحلت على ملي فاتبعه أو فاتبعه ولا تبع بيعتين في بيعة، ولا تبع بيعتين في بيعة، الحديث صحيح. كذلك حديث آخر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فهنا في الحقيقة فصل العلماء بيعتين في بيعة، أدخل بعضهم فيه بيعة النقد بيع التقسيط أيضا، قالوا إذا أردت أن تأخذ نقدا ف100 ريال وإذا أردت أن تأخذ تقسيطا ف120، فلا يجوز هذا البيع، هكذا قال بعضهم، لكن عامة العلماء
أجازوا هذا وقالوا ليس هذا داخل في النهي عن بيعتين في بيعة إلا إذا لم يعين أحد البيعتين وأخذ السلعة ومضى. لكن إذا أخذ السلعة ومضى ألم يتعين أنه أخذ التقسيط؟ فسروا هذا الآن. أخذ السلعة وراح، ما أتى القيمة نقدا، ما أتى، معناه أنه الأمر دائر بين أمرين، إما أن يعطي النقد الآن وإلا يأخذها تقسيطا. أخذ وراح ما أتى النقد، معناه أنه تعين له أنه أخذ تقسيطا. الحاصل قالوا لا، هذا فيه مجال الخلاف، لابد أن يقول في مجلس العقد يوضح هذا، هنا الفساد، يوضح بأنه يأخذه نقدا ويأخذه تقسيطا، فلا يأخذ إن شاء الله أو لا يكون داخلا في بيع التقسيط في بيعتين في بيع. كذلك صورة أخرى، بيع العين نفسها أدخلوها في بيعتين في بيع، كيف ذلكم؟ كيف ذلكم؟ يعني إذا كان الإنسان يشتري أي شيء ثم وهو يقول أنا أشتري منك هذا خذ مني، جاء يطلبه، وهذا احتيال على الربا، جاء يطلبه 100 ريال، قال ما عندي 100 ريال، لكن أنت اشتري مني هذه السلعة ب100 ريال وأنا أشتري منك ب80 ريال، هذه عينة، هذه عينة لا يجوز بحال من الأحوال. لكن العينة إذا لم يحصل من عين الشخص الذي باع وراح وباع فيدخل في باب التورق، باب التورق، الناس يحتاجون إلى قرض ما يحصلون، راحوا اشتروا سيارة جديدة ب60,000 وراح بمجرد ما يخرج من المحل أو من إيش يسمون من المعرض فنقص قيمة أو نقصت قيمته 5,000، قال أنا اشتريت ب60 أنا أبيع ب55، يأخذ بدل ما يحصل قرض من أحد يأخذ 55 من عملية هذه التورق. التورق جازوها، بيع العينة جاء في الحديث إذا تبايعتم لنا معروف فلا يجوز. نعم، فهذا داخل في بيعتين في بيعة أيضا. نعم، فلا تبع بيعتين في بيعة. قال حدثنا، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في موجود، قال أبو عيسى طويل، حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، ومعناه إذا وحيل أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. قال بعض أهل العلم إذا وحيل الرجل على مليء فاحتاله فقد بري المحيل وليس له أن يرجع على المحيل. هذا هو، إذا قبلت أنت فكأن بينك وبين المحال عليه وبري المحيل إذا قبلت، وإذا لم تقبل فهناك لازم تلزمه وأنت غريمه وتأخذ منه، وليس له أن يرجع على المحيل. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم إذا طوي مال هذا بإفلاس، طوي أي هلك المال بإفلاس المحال عليه، فله أن يرجع على الأول. إذا وجد أنه بالحقيقة كان مليا لما وصل يأخذ عنه مفلس، ففي هذه الحالة حق له أن يرجع. لكن ما دام الناس يعرفون أنه صاحب يسار وأنه غني ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يرجع. واحتجوا بقول عثمان وغيره حين قالوا ليس على مسلم على مال مسلم توى. قال إسحاق معنى هذا الحديث ليس على مال مسلم توى، هذا إذا وحيل الرجل على آخر وهو يرى أنه ملي، فإذا هو معدم فليس على مال مسلم توى، يعني لا يغرق ماله، يرجع إليه ويقول أنت أحلتني على غير ملي وأظهرت أنه ملي. نعم، توا بمعنى هلاك. نعم، المتنبي إيش يقول؟ ولا رايح إلى كافور في لبنان ويقابل لبنان وكيف بقتها وهو الشتاء وصيفهن الشتاء، يتلون الخريط من خوف التوى فيها كما تتلون الحرباء. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه.